اهلا وسهلا يا حاج سيد، منورنا. قال انت اخبارك ايه؟ تمام والله ماشي الحال، ما تشغلنا التلفزيون ده يسلينا واحنا قاعدين. وماله؟ حاضر اشغلهولك. ايه ده، كل دي شاشة؟ ده الواحد كأنه في السيما. يا نهار اسود، دي ولعت. ايه مش اصلية، خلي في بالك الشاشة دي. ايوه فعلا، ما انا اخدت بالي. ما قلتليش، امال انت جايب النجفة دي منين؟ دي تحسها مطلية بمية الدهب. يا نهار اسود، دي ولعت هي كمان. وبعدين بقى في الراجل ده اعمل معاه ايه؟ بابا، ايه ده، احنا عندنا ضيوف؟ ايه اكيد انت اسلام صح؟ ايوه صح، انا اسلام. ازاي حضرتك منورنا والله. ايوه، شبح ليه وطول بعرض، مفيش فيك غلطة. يا نهار اسود، اهرب يا ابني، اهرب اهرب. اهرب ايه يا بابا؟ بس ده عم بيهزر معايا يعني عادي. يا ابني اسمع اللي بقولك عليه واهرب. والله يا بابا انت عليك هزار. عامة يعني انا كنت عايزك في موضوع، بس خليه لبعدين، هروح بقى انا علشان اذاكر. وكمان بيذاكر ايه دي؟ هو لسه فيه حد كده اليومين دول؟ تستاهل، علشان انا قلت لك من الاول اهرب. الحق يا حاج، ده مين الحلاوه اللي بيتفرج علينا ده كمان؟ اهرب انت كمان، اهرب، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصل لك الاجزاء الجديدة.